الرضا عليه السلام والصلاة عنده. قال الإمام الهادي عليه السلام: من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليزر قبر جد الرضا عليه السلام بطوس وهو على غسل، وليصلي عند رأسه ركعتين، وليسأل الله تعالى حاجته في قنوته فإنه يستجيب له، ما لم يسأل في مأثم أو قطيعة رحم، وإن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله تعالى من النار وأحله إلى دار القرار.